نوفي اليوم السلام عليكم. خذ لا بغيت شيء ولا شيء دق علي. وشو؟ ها؟ دقيقة خلنا نجيك من هنا. شعيل وشو قديم عبد الكريم مات يا اخي خلاص الحين هذا دج حاله. شعيل ما موجود. شوف يا جماعة الخير الناس اللي تحب التراث على كم؟ البيع كامل ولا بالحبة؟ ان بغيت حبة وان بغيت كامل. الجمل بما حمل يجيك واحد يطقهن كلهن بكم؟ بصندوق يعطيني 450 ومن غير صندوق خلي يجي من غير صندوق لا فرق الشرطه بكل هذا اي بكل هذا بما حمل الجمل بما حمل 400 في فرشه يدويه فيها يدويه هذه شي بعام كم 2000 في كتب واجد بعد كتب انا شوف كرتون كان قديمه معاهم ترى مجموعة كتب كلها قديمة قصص القدامى الكتب أنا بجانب ليش أخذ كتب أنا بس نشوف هذا اللي شوف تاريخ كم بس 97 هذه فيها بلاي ستيشن ولا لا؟ هذه بلاي ستيشن 2 وكمبيوتر كمبيوتر عائلة عندي التاتا القديمة والكاسيت عن حق عن حق السماعات والدي في دي ترى شغال وهذا حقه وهذا أفلام عن الدي في دي هذا وكله شغال معاهم ها؟ إيه؟ يعني نقولهم 400؟ 400 باللي فيه كله 400 ريال الصندوق باللي فيه مع جهاز الدي في دي مسجلات اثنين مع المسجلات قديمة هذه حق الدي ترى كلها ترى قديمات تراث يا جماعة لا حد يسأل تشتغل ما تشتغل شو اسمه يقول راعي احياء كيدوية الفرشة احياء كيدوية الفرشة كم؟ الفرشة عليها 100 الفرشة عليها 100 كم مقاسها؟ مقاسها 2 بنص هذه قديمه هذه قديمه يقولون ثريه يقولون لا الناس اللي تحب التراث ولها مارك والله ما ادري يقول ما ادري هي ماركتها مكتوبات ما ادري هي صدق ولا تصدق والله ما احنا ما نقول اللي يعرف لا عاد بكيف هذا قران قران صغير يعني شغله حلوه اتيكيت هذه يا جماعه كم سعر هذه اللي بنزلها ويحط عود كم 40 هذا 40 ريال اصلا 5 والله ما قصر يا جماعه هذه والله هذا العين ابو سالم بس هذا لو هناك ما يبيعون هذول 100 35 ريال اصلا يقها اللي ابي يخبرني اشتري لها ربع شوف الكتب هذا كتب قديمه شوف تاريخها كم بس كل انجليزي فيها انجليزي في عربي في كل شيء قصص القدم الدنيا اصلا قصص هذا عربي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم قصص قصص أطفال شوف هذا ما أدري وفي كتب دكتوراه في حقة الطب الزبدة كتب منوعة عربي إنجليزي طبية منوعة البلبل صدقني هذا قارئ ولا يمكن سادس ابتدائي قديم 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 هذا أنا قارئ هذا ولا صغير العلبة الذهبية تونا شايفينها ما شاء الله طبعا هذه الكتب يا جماعه مع الصندوق هذاك ايه الجمل بما حمل 400 ريال في 50 هذا بكم هذا بكم الشيكل ان شاء الله هذا كرسي اطفال هذا 150 يا شيكل هذا ترى في امان حق اطفال هذا اشرط تعان هذا اشرط دي في دي ترى هذه مع صندوق الربع مع جهاز دي في دي شغال بعد مع اجهزه مسجلات اللي تحت والله مو مقصرين الربع 400 ريال رقم. كم رقم الجوال؟ 056 أيوة 39 أيوة 35 3 هذا رقم جوال اللي يبيه يتواصل مع الرجال مباشرة وما يقصر معكم أبو حات مسك بالخير كيف الحال؟ السلام عليكم السلام عليكم بع يا رجال بع بع لا تكون رايح حراج بس وتلعب عليك كم تريد انت بع بخراجك وما لك شغل فيه
هات كيس طيب قبل كيس جاء واحد يسوق علي عارف انه رايح حراج انا ببدا عليه ما فيها شيء يلا هم رزق رزق من هنا ما فيها شيء صح ما فيها شيء كم السرير بتقول اي واحد هذا كيس كياس والله ما في الامين اي والله ما في هندي هذاك عندك اسخب منه هذا مجهر ماني هذا وشو كم تبغى واحد هذا سرير يا ابو سالم نفخ ها يلا يلا طالع طالع شوف يا جماعه هذا السرير نفخ كم سعره هذا المتابعينك انا ابيع ب 85 متابعينك ب 50 ابو سالم روح والله ما قصر 50 ريال هذا نفر واحد نفر ولا نفرين بس اللي يجيني يقول لي متابعين ابو سالم ها وش ثاني تبغى عند القطاعات هذه قطاع على كم على 30 متابعينك ب 20 ريال ما قصر المسبح على 200 المتابعينك 150 يا حلو يقول لك يا حلو ما قال له يا شين يلا اطلع اخلص من هذول يوا خذهم معك ها ترى ما تدخل ثاني تقطع يا ابو جملة تدري جملة ما تقطع يلا خلاص يا شيخ لك نظر انت ولا بطلع نظر ابو صقر هلا بسلوم هلا والله وين اغراضك ما عندك شيء هلا والله بارك سلوم طيب عندي كرسيين هذا حق اطفال بس هذا اللي عندك على 50 وين راح اللي عطيتك اياهم قشاتهم وش هي والله موجوده بعت منها شوي والباقي موجود والله لو موجوده كان بصت فيها وين بصت صور دي صور دي ب 50 ريال واحد ب 50 50 ريال بس يا بلا ما شاء الله شو اخبارك ان سلوم والله الحمد لله طيب نشوف هذا وشو؟ شو تدور؟ والله اني ادور. هلا والله ايش تبي 500 لا والله. يا رجل. والله كنت حسبالي عشرات قلنا بعطيك. كم يا عيال كم؟ بالفد. كم؟ 300. وشو؟ يد احترافية. 300. بلاي ستيشن كم هذه؟ 300. كم موديلها؟ كم موديلها؟ والله ما ادري كم بدي انا تراني ما اعرف بدوي كرتون انا ما اعرف الا الاتاري دي تعرفها قديمه اللي تحط الشريط في بطنك اي تو يمكن هذا 300 ريال 300 يا ابو ريان انا الحين تلخبطنا هذا الحاله يا ابوي هذا الحاله انا سمنا كامل يا ابوي 200 لا 200 والله 200 ترى اتكلم بالصافي ترى لك خويه اي صافي اتكلم بالصافي 150 صافي خلاص خلاص صافي علمتك والله 200 صافي يا ابو ريان حد الرجال اشتري صافي حد 200 حد الرجال ولا افتح له تحريم صافي صافي خلاص انا راحت بعته اي 200 صافي لا لا 150 لا الله يعافيك يا ابو يا ابو ريان لا تقعد تطقطق يا اخوي ولا نفتح له تحريم يا اخي 350 يلا خلاص راحت خلاص ذي راحت ذي راحت خلاص 200 حط 20 كم صوت سامو زي ما يا ابوي نفتح الحراج من جديد لاني كنت اتكلم على على لا قطاعي اللي بيشتريها كامل خلاص 10 خلاص 10 وش تبغى تبغى حرامي حرامي كم صوت سامو على هذه يمزح معي يا اخوي كم وصلنا على ذي قلنا يا ابوي ما شاء الله صلى على محمد من جديد نفتح الباب كم 200 ب 200 ريال 200 طيب هو وينه هذا هو يا اخوي تبغى تطلعون طيب بس 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 خلي خلي جديد هو لا شفته شفته جديد جديد ولا مستعمل جديد وهذه يد احترافيه ب 200 ب 200 ترى رايح عشان بس تعدلوا عشان اشارك وانت تستاهل يا قلبي 200 صافي بعت وش هذه؟ وش هذه ودي؟ تشاوري و20 ب 220 عطى 50 و50 السلام عليك ب 250 ب 250 على حرامك تستاهل يا كحلا ب 250 ب 250 ب 250 هذا مو حقنا هذه الحانه ولا كتب اللعبه هذه خلاص 150 حراج السيارات والحراج خلينا نشوف هذا راعي السياره وش عنده روح 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 بعيد 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 بعد بعد روح مجموعة فام فام وش بقى شيء ثاني هذا وشو هذا فام كلها يا ابوي حراج هذه فام 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 الثاني اول هنا حراج سيارات والله العظيم
بس يبرد شوي الجو في مزادات هناك وديكم لها تستمتعون فيها صراحة. لا بس ما شاء الله وش ذس شواحن حقت كمبيوترات يا شباب هذا أجهزة تخزين هارد ديسكات كمبيوتر 1000 تيرا مثلا 1 تيرا و 2 تيرا ايوه وفي 350 وفي 500 في الشواحن عندك شواحن متنقلة ولا لا هذه بس تخزين ها هذه تخزيني كيف الاسعار والله يلا سوم كله جميع والله ما ندري من حنا ما نبي نفحصك بس كم نقول على هبه كم وصلت 470 يا رجال الله الله ولا بعته عطها يا رجال 470 طبعا مناسبة ما بعته يا تركي الا على 700 ان شاء الله عليها 700 صافي حتى الان وقال صافي الحين يا ربنا رزق الرجال بس باقي تنعس 500 ريال رجل تعال ندور غسالة هلا 500 ريال كم فلوس؟ هاي اكس كم موديلها؟ 1 2 3 كم موديلها؟ ايوه ويد احترافيه يا زلمه اكس بوكس 500 ريال 500 يا رايها قليل 20 ولا حقتي عطت سلطان 20 نشوف السيارات اللي هناك شوف هذا الجنة وش فيه هنا يا حاج روح يا اخوي روح يا النار هرج هرج وش ذي الملف هرج هذه طاوله الطعام عارفها يا هنا كم نقول كم من افتلام الدوله خير الله خير كم
ما شاء الله هذا قدر قدر وصحن قدر في صحن ابو عروه تحت هذا الطاوله طاوله التلفزيون طاوله التلفزيون والله قدر كبير وصحن ابو عروه كم قول كم افتح اعلان الباب يراعي رضا ارفع فوق ارفع هذه هذا نطلع هذه بنطلع دي اسحبها اسحبها فوق هذا كيف نضع اصبر اصبر نزل نزل تحت نزلت تحت ارفع وهذا صحن عراوي ايوه خلنا مالك قدر ها قطع هذا صحن هذا قطع يلا وهذا قدر وهذا قطع قدر كم شوم كلها 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 كم يقول كم 220 ريال 220 ريال 220 ريال 220 ريال 220 ريال 200 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 ريال
330 قيمة جد كم نقول على هذه عيال مع هالطابعة كم نقول كم نقول عيال 270 عيال كم عليها كم كم عليها 200 صافي يا ابوي شغالات شرطي 50 معها عربيه هذه الحالة بكم؟ وين من رعية؟ تبيعوا العربية لحالها؟ ها؟ من رعية؟ شو الرعية يبيع لحالها؟ كم وصلات؟ أنت رعيها؟ تبيع ب50 لحالها؟ تبيع الحراج عليها كلها 50 ولا 100 يقول؟ وين أغراضها كم وصلت؟ 550 ما شاء الله 550 في يد يا ابوي فيها يد إضافية الله وش
كم كم يا ابو صقر؟ خلني نقطع كم على شيء سياره ذي كم قال كم نقول يا 10 ريال 10 ريال على السياره 10 ريال أبو حاتم الثلاجة على كم؟ 700 كم شو اسمه كم لتر؟ 20 تقريبا ايش هذا يا ابوي ها هلا عمك شوي والله ما شاء الله حصلها جوا حصلها عند العيال اللي جوا حق الجوله شغال على الشرط ها والله رايح لي اشوف مريحه تقول والله الحين طفيتها وجيت تقول لي كم عليها 700 حدنا حد 700 ريال يا جماعه حجمها كبير هذه وهي تاشي 700 ريال ويعطيكم اياها على الشرط خذ وفحص 220 صح؟ لا 110 كهربتها 110 يا جماعه انا استغربت من السعر صراحه لا لا اقول لك انا ما كلمتك من اول قبل ما تيجي حسبالي تقول حسبالي 220 المهم الربع 110 حول 700 ريال ما حول اللي يبغى يستخدم يعني عادي ما تضر عليها 700 ريال عند هذا المبسط ثلاث اثنينات ثلاثه لعبة صح؟ لعبة ها؟ اي يا جماعة حسبالي صغير أنا أعلن عنها ب30 يا حبيبي ما شاء الله 25 أبو خالد مساكم الخير السلام عليكم ظليت على كم يا مدير متى المزاد ما في مزاد اسالك بالله عندك مياه افا حطمتني الطاوله على كم يا حجي للبيع هذه الطاوله ما هي للبيع انا للبيع على كم العربيات الحلوه لا زاد اللي هناك بدا في مزادين ما ادري قبل يطلع بعدين كأنه بدا المزاد اللي هناك اي والله باجي اروح ايوه شوفوا انا هذاك تسمعون صوتي لا لا 30 ما ادري انا ما ادري يلا جيبوا
اكسكيوز مي سير اكسكيوز مي مرغون اخوانا مرغون لين ندخل هذا زحمة بتطريق يا مدير شوية شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم خلونا بتنروح هناك دقيقة اكسكيوز مي معلش معلش يا جماعة الخير برا على 50 ماشي لا هذا الاخر باكستاني ما في مشكلة كم الصحون هذا كم ورا العشرة كم الكير ابشر ابشر هات 50 خلص50 اسحب منه احنا اطلقنا النية كم الغاز كم الغاز اشتري 15 كفو لا مو ب 22 اشتريت 15 يلا المكيف وينه ورع المية اول 10 وين اللي قال لي بسم الله كم الجوال جوال حرج بن قاسم يا جماعة البث معلق عندكم ولا طبيعي؟ تفضل جوال جديد طبعا جوال ساعة كم؟ 200 يقول 200 كم وصل؟ 200 يقول سامسونج وشو؟ 200 10 20 22 32 32 32 250 250 250 واحد اثنين مو سامسونج هذا كلها مسجلين سامسونج بس والله 80 كلها 80 قل 90 كلها قل 90 بس ما عليك 90 شكل زين حرج واحد اثنين 290 واحد اثنين ثلاث اسحب خلاص ثلاث اسحب منه الله يبارك
ايفون يقول 14 لا صيني ايوه ايفون يقولوا ايفون ما تصدقوا من ما تصدق على طول كم هذا 200 200 خلاص ثلاثين مئة يقول شغال جديد كرتونة ما فك يا أخوي اشتغل شباب شوف التفاحة حقه شوف ثلاثين مئة يلا بريك بريك ثلاثين مئة شغال جديد ثلاثين مئة وخمسين 400 400 10 الحبه ذيك طلعت 400 قضيته خلاص ما حد بيقول 10 هذا قول 10 اهلا اهلا يا مرحبا 400 واحد الو و50 يلا ورحمه الله 450 خير لك الخير 500 والله انك داري ايوه ما صيني والله اوديك مفتوحه والله اسحب هنا 450 الله يبارك متشا اخر حبتين مو بربال اخر حبتين ترى فرصه مو دربال ديني بس لي صورته وانا عيونه هلا كم هذه؟ كم؟ 20 اسحب منه الزجاجية ما ورجعها انا كم الخلاط؟ 20 50 وينه؟ عصارة ولا خلاطات؟ خلاط ولا عصارة نفس الشيء؟ خلاط لا عصارة هذا هو عصارة خلاط وين هذا يا بني؟ عصارة خلاط صلى على النبي رجال ورد رجال ورد خلاص اللي قالوا خلاط قالوا مع عصارة هذا من؟ هذا شيء بعدين بدل كبير تعب إذا بديت شيء بعدين نحسبها كم هذه؟ كم؟ وش؟ كم؟ هذا ما في توصيله. 10 10 تشتري 50 ولا 10؟ انا ارجعه. لا تفتح. هذا ما هذا. كم؟ كم؟ 10 هنا. 10 15 وين 20؟ تعال. 20 ما اصار اللي قلنا اسحب هنا 20
حبتين بتعمل اصلا اخر حبتين وانا هنا 20 يا كم 30 40 اسحب منه ها الزلول السياره ما ادري تشتغل على السياره ولا شكل الكهرباء كم المروحه كم مروحه 50 شحن دي شحن ترى وكشاف بعد فوق ما بروح هنا 55 60 60 خليك انا عشان تشجعني 60 65 سبعين انا حاسب اقول لكم والله ولا 280 ما تحصل وين ابراهيم سبعينك 70 ثاني كم 50 50 هنا 50 50 50 60 60 170 ريال 60 ريال الله يبارك فيك. يا عمي انا وارد انا بس. وين راح 60؟ انتم عندك وجه وفلوس. وانا؟ يا عمي يقبلها منك والله لو هي بعد لو ما قبلها يعني؟ بعد ما 60؟ لو ما قبلها يعني ما ترد علي؟ لا ليش ما ترد علي؟ وانت انا اول ما كلمتك انت يا وارد كلم ابو نواف مسكين. يا خرج يا صاحب المال انا حاسب هذا. طيب مسكين. هنا حسابات بس المالية. الإدارة هناك. ما ابغى يشتغل كيف شحنت ايوه شحنت على الساعه يا اخي انا فين كنت الحين انا كنت نشحن شحنت ما ابغى يشتغل ما شغال الشحن مرة ثانية بس واعدني جلي واعد ما انا قلت انا ما اشتغلت انت ما جربتها انا ما اخذت الكلمه انت ما جربتها اقسم بالله جربتها اقسم بالله الواحدة تجيب 130 ريال 50 60 70 75 يا عايشة 75 تشتري غيرها 75 شحن 75 شحن شحن 80